تواصلنا يستمر مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء ويسير على بركة الله وتوفيقه شوطنا السادس الخاص بالابكار اللقاية المهجنات الاصايل انطلاقة موفقة نتمناها لجميع المشاركين. نسير الى البداية ونتابع المقدمة والمركز الاول وهنا اللي تاتي على مقدمة هذا الشوط وعلى البداية الاولى الطليلية الهلال بن سهيل بن عبيد المزروعي ينطلق على مقدمة الشوط وعلى المركز الاول بينما النقلة الى المركز الثاني اجد على ثاني المراكز هذه هي الشبابية اللي على المركز الثاني محمد بن سالم بن علي الاكتبية تقدم ليحتل المركز الثاني بينما النقلة الى المركز الثالث ها هي الشاهينية على المركز الثالث لهجن ند الشباوي يضمرها سالم بن سعيد بينما في المركز الرابع وفي المركز الرابع مقصص لسيف بن مصبح بن كاسب المسافري اما في المركز الخامس وفي المركز الخامس هذه هي اللي وصلت الحذر خليفة بن عبيد براهيد بن غرير الاكتبية تاتي الان وتتقدم دم على المركز الخامس اما النقلة التالية الى المركز السادس واجد على سادس المراكز هذه هي عنيدة لعتيج بسيف الحاضر العميمي يتقدم بسيف مع المركز السادس بينما في المركز السابع وفي المركز السابع الذيب لعبد الله بن علي القزيعي الاكتبي بينما في المركز الثامن وفي المركز الثامن النايفة لمحمد بن حمد بن فطيس المري وتاسع التحديات هذه شبة لمحمد بن مطر بن مطوع الاكتبي وعاشر المراكز اللي هي غمة لمحمد بن حمود بن ميرين الاكتبي. هكذا مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء النتيجة للعشر المراكز الأولى التي تسير في ناموس هذا الشوط ولكن عودة من جديد إلى المقدمة عودة إلى المركز الأول إلى البداية وإلى التحدي وإلى الصراع وإلى المنافسة وهذه هي عنيدة عنيدة على المقدمة اللي تعود ملكيتها لعتيج بن سيف بن حاضر العميمي ومعلن حضور أبو سيف معلن هذا التواجد وهذا الحضور الصباحي الجميل بينما في المركز الثاني وفي المركز الثاني من الجانب الآخر أتابع الغدوم أتابع هناك التسلل في هذه اللحظة من شبه لمحمد بن مطر بن مطوع الاكتبي بينما نشوف الأسماء الواصلة نشوف الشعارات القادمة وهذه هي النايفة النايفة لمحمد بن حمد بن فطيس المري يتقدم الشاعر الآن ليحتل المركز الثالث بينما في المركز الرابع وفي المركز الرابع هذه هي الذيبة عبد الله بن علي القزيعي الاكتبي بينما في المركز الخامس وفي المركز الخامس اللي وصلت وتقدمت نسيم او يا نسيم الصباح سلم على باهي الخد تتقدم نسيم لسمو الشيخ احمد بن محمد بن رايد المكتوم يضمرها محمد بن حمد بن مصلح بن جمهور الاحبابي الشاعر يقدم لنا نسيم هي من تحتل المركز الخامس وهكذا هي النتيجه للخمسه المراكز الاولى تقدم ولكن عودة من جديد إلى المقدمة عودة إلى البداية عودة إلى الرقص الأول إلى التحديات الأولى وهذه هي مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام اللي انطلقت على مقدمة الشوط انطلقت على المركز الأول شبه اللي على البداية شبه اللي على المركز الأول يقدم لنا شبه في هذه الانطلاقة وفي هذا التحدي الجميل يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام شبه يقدمها محمد بن مطر بن مطوع الاكتبي في مقدمة الشوط والبداية أما في المركز الثاني وفي المركز الثاني هذه تحركت اللي هي نايفة لمحمد بن حمد الرفتيس المري قادم أبو حمد قادم مشاهدين الأعزاء بينما في المركز الثالث هذه هي الذيبة عبد الله بن علي القزيعي الاكتبية تتقدم على المركز الثالث بينما في المركز الرابع اللي وصل شعار بالصوب الأسامي قادمة الشعارات بدأت تصل مع اللحظات الأخيرة وعودة إلى
شبة، هذه هي شبة مشاهدين الأعزاء، ومن خلال الاسم بأنها سلالة الشبابي، سلالة الشبابي، سلالة الشبابي على الصدارة، على المركز الأول، على التحديات الأولى. الله يا شبة، هذه هي شبة مشاهدين الأعزاء، انطلقت بسم الله بسم الله مع المخزون الاحتياطي، مع المخزون الاحتياطي في هذه اللحظات. سلالة الشبابي، سلالة أسد الميادين، انتاج محمية العاصفة. سلام يا بن مطوع، سلام، سلام إلى أهل الهير، سلام هيراوي، سلام، تهانينا والناموس لمحمد بن مطر بن مطوع الاكتبي على فوز شبة وسلالة الشبابي، تهانينا على هذا الفوز. المركز الثاني، المركز الثاني اللي وصلت مشاهدينا الاعزاء اللي هي النايفة لمحمد بن حمد بن فتيس المري. المركز الثالث وصلت فيه مشاهدينا الاعزاء الشاهينية لسيف بن حميد بن سيف بن بدر العليلي. هكذا مشاهدينا الاعزاء النتيجة للثلاث المراكز الاولى. عودة الى التوقيت الزمني وساعة الوصول الى خط النهائي بست دقائق وست ثواني. الله، التوقيت يتحطم تحت اقدام شبة. تهانينا لمحمد بن مطر بن مطوع الاكتبي على هذا الفوز.